مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء غالبا مشمسة، وصلت درجة الحرارة في عمان ل 16 درجة مئوية. أما هاي الليلة رح تكون الأجواء باردة نسبيا، رح توصل درجات الحرارة في العاصمة عمان 5 درجات مئوية ونسبة الرطوبة 63%. غدا نهارا ارتفاع بسيط على درجات الحرارة، رح تسجل مع ساعات النهار في عمان 17، الثلاثاء والأربعاء أجواء باردة رح تسجل 15، مع ساعة الليل رح تكون الأجواء أكثر برودة ورح تسجل 6 درجات مئوية. وهلأ رح نستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. البداية رح تكون من شمال المملكة، جرش 8 غدا 19، إربد 7 غدا 18، عجلون 6 درجات وغدا 17، وأجواء غالبا مشمسة. المفرق 4 غدا 17، الزرقاء 6 غدا 19، أجواء خريفية رح توصل درجات الحرارة. مطار ملك علياء 3 غدا 19، السلط 8 غدا 17، مادبة 6 وغدا 17. أجواء باردة هاي الليلة، الكرك والطفيلة 6 غدا 16، البحر الميت 15 وغدا 24. رح تسجل درجات الحرارة هاي الليلة في معان 3 درجات، غدا 18 مدينة العقبة 11 وغدا 23، وأجواء مشمسة. رويشد درجتين، أجواء شديدة البرودة وغدا 19. ملخص الطقس خلال الأيام القادمة، ارتفاع بسيط على درجات الحرارة غدا، طقس بارد مع ساعات النهار ورياح شرقية نشطة السرعة رح تأثر على المملكة يوم الخميس. هلأ رح ننتقل لدرجات الحرارة لمدن ودول حول العالم.